واتسون ام تي في كل يوم بعد الاخبار من الاحد للخميس على شاشه الام تي في. بنكون مع العشق الاسود ومع قصه الحب اللي بتجمع ايلان بعمر بالرغم من الجريمه بالرغم من الخساره بالرغم من كل الظروف الصعبه. قصه حب لنشوف شو رح تكون احداثها بهالمشاهد. خير ان شاء الله، لحقني على البيت كمان، شو بدك؟ بونجورنو، ما قلتي لي وين بدك تدوري على الألماسات؟ ما بعرف، لسه ما فكرت. أبوكي لما كان يجي، كان عنده بيت؟ أو مكتب خاص؟ ما كان عنده هيك شيء. بابا بالعادة كان يجي الصبح ويسافر المساء. أبوكي لما كان يجي كان يقعد بالأوتيل. هالحكي مو صحيح. تصطفلي بس هو حاجز سويت ودافع أجار سنة كاملة. وانت كيف عرفت هاي المعلومة؟ بزعل منك، نسياني اني محقق؟ خلص اذا بدك ارتاحي هلا ونامي شوي وبعدين بس تفيقي مرقي على الاوتيل بجوز تلاقي شي. سلام. قصة حب بظروف غامضة وظروف صعبة مع العشق الأسود أكيد عم بتابعوا حلقاته على شاشة الام تي في. من الأحد للثالثة بتكونوا مع قصة حب تانية من نوع آخر، أحمد وكريستينا. هالقصة الحب بين صبية مسيحية وشاب مسلم، عم بتابعوا أحداثها كمان على شاشتنا الأربعة 9:30 الموعد الأسبوعي مع زميل وليد عبود ببرنامج بي موضوعية ومع ملفات الساعة. الجمعة بنكون مع عاطل عن الحرية بالموسم الثاني، والساعة 9:30 المساء بنكون مع بيست أوف هي حكي ومع عادل كرم. أما سبت الساعة 9:30 فمنكون مع ستارز أون بورد ومع النجوم يلي بيحيوا هالسهرات، سهرات السبت على شاشة الام تي في. منهم خادم الساهر، صابر الرباعي، عاصي الحليلي، نانسي عجرم، يارا، نادر الأتات، مجد المصري وغيرهم كتار بستارز أون بورد. خلينا نشوف الأجواء. أكون أولا الحين احنا وصلنا دب كرواتيا، مبسوطين and we having a really good time. ناس مبسوطه عم تاخذ صور والبعض الاخر قرر يستعرض موهبته. على شط بحر الهواء نلتقيك. فمن كثر ما يعرفون انه انا يعني متيمه بعالمك. هل عندك شك انك احلى واغلى امراه في الدنيا؟ ستارز اون بورد سبت 8 الشهر 9:30 على الام تي في. سهرات ممتعة على شاشة الام تي في. وقتنا بام تي في الايف لليوم خلص، موعد جديد بكرة 8:30 مع مجموعة جديدة من المواضيع. باي باي. بكرة بأب تو ديت أخبار لبنان والعالم. بيوروسكوب خصائص برج الأسد ومولود اليوم. بواتس كوكينج أكل جديدة من عدد الشيف. بكونكتد ناديا الجندي تعود سينمائيا. بفاميلي بنحكي اكثر عن تعليم الاسلوب اللا عنفي للاطفال. وبديزاين مفروشات الحدائق والشرفات.